عليك البنت الهام لا تشع منك الواد سمير. طيب ايه اصوت يختح يا ماما؟ الفنانة ليلى فهمي اسمها الحقيقي سناء محمود عبد الله، ولدت في 8 يناير عام 1938 بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية. تميزت بأداء أدوار السيدة البسيطة، فهي الأم والخادمة والأخت، كما كان لها مساحتها المتفردة التي تتحرك من خلالها بحرية شديدة جداً. عشقت عالم الفن والتحقت من أجله بمعهد الفنون المسرحية، وتنازلت عن اسمها الحقيقي من أجل أن يصبح اسمها ليلى بحثاً عن الشهرة. كانت بدايتها الفنية بالتزامن مع بداية السندريلا سعاد حسني في فيلم حسن ونعيمة أمام الفنان الكبير الراحل محرم فؤاد عام 1959، لتسير بعد ذلك الفنانة ليلى فهمي بخطى ثابتة وهادئة نوعاً ما في مجال الفن. قدمت مع الفنان الكبير الزعيم عادل إمام عدة أعمال، من أهمها احترس من الخط أمام الفنان الكبير عادل إمام والفنانة لبلبة، فيلم الرجل الذي فقد عقله أمام الفنان الراحل فريد شوقي وسهير رمزي وعادل إمام، واحدة بواحدة مع الفنان الكبير عادل إمام والفنانة ميرفت أمين. قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية بين مسرح وسينما وتلفزيون، ومن أهم أعمالها التي تميزت بها فيلم فتوة الناس الغلابة مع الفنان الكبير الراحل فريد شوقي والفنان صلاح السعدني، لا عزاء للسيدات مع الفنانة الكبيرة الراحلة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، مسلسل ليلة القبض على فاطمة مع الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد والفنان يوسف شعبان، ومن أهم أعمالها الدرامية مسلسل شرارة مع الفنان محمد عوض والفنانة صفاء أبو الصعود، ليالي الحلمية، يوميات ونيس، ومن أبرز أعمالها المسرحية مسرحية هلو شلبي أمام الفنان الكبير الراحل سعيد صالح والفنان عبد المنعم مدبولي. تزوجت الفنانة ليلى فهمي من خارج الوسط الفني، وفي 4 يونيو عام 2003 رحلت عن عالمنا الفنانة ليلى فهمي بعد صراع طويل جدا مع مرض السرطان عن عمر ناهز 65 عام، تاركة أرثا فنيا مميزا لعشاقها.